أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. عندما تمر على المؤمن مناسبات أئمة أهل البيت أو قل مناسبات المعصومين يشمل الزهراء صلوات الله عليها، يتخذ من سيرتهم درسا ومدرسة ليتأسى بها. هذه السيدة الجليلة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، تفاحة الفردوس، أم أبيها، الحوراء الإنسية، محور اهتمام أهل البيت جميعا، هي بنت لرسول الله وزوجة لأمير المؤمنين وأم لأمة أهل البيت. بنت من؟ أم من؟ حليلة من؟ هكذا يصفها الشاعر. المهم في مناسبة الزهراء عليها السلام ولادة واستشهادا علينا أن نتأسى بسيرتها العطرة. ومن كأئمة أهل البيت أقدر في وصف أمهم الزهراء صلوات الله عليها؟ من امتيازات أئمة أهل البيت عن الأئمة المتأخرين من لم يروا رسول الله ولا أمير المؤمنين كالإمام الصادق والباقر الأخير، هؤلاء عندما يقولون قال النبي، قالت فاطمة، أو فعلت فاطمة هكذا، هذا الكلام حجة علينا. ولم نرى في تاريخ المسلمين اتفاقا هذه مزية، غيرنا مختلف فيه، أما أئمتنا لا خلاف عليهم، يعني كل من على وجه الأرض حتى غير المسلم يعتقد بصدق هؤلاء. نحن نعتقد أنهم أئمة، ولكن الغير من المسلمين وغيرهم لم يقدحوا في صدق أئمة أهل البيت أبدا، المخالف والموافق. ولهذا يقال عندما سمى المأمون الرضا عليه السلام كان يتظاهر بالحزن والحداد، يعني لم يكن يتجرأ أن يظهر عداوته للرضا صلوات الله وسلامه عليه. على كل مثال على ذلك، الإمام الباقر عليه السلام ينقل هذه الواقعة عن أمه فاطمة، وكم من الجميل أن نسمع خبر الأبوين الجدين من الحفيد، حيث يقول: تقاضى علي وفاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه في الخدمة. إخواني، بعض حركات أئمة أهل البيت، أعني مواقفهم تصرفاتهم، لا تحمل على الحقيقة دائما. علي معصوم، فاطمة معصومة أيضا لا خلاف في ذلك من ضمن آية التطهير، لا خلاف بينهما، كل يعرف تكليفه. هل هناك بحاجة إلى مثلا إلى مقاضاة النبي أن يا رسول الله أحكم بيننا؟ يبدو هذه الحركة تعليمية، يعني إذا اختلف الزوجان في شيء طبيعي، طبيعة الإنسان يجر الشيء إلى مصلحته. لا بد من وجود حكيم في البين. لو أن الخلاف الزوجي طرح على حكيم، الآن هذا الحكيم من هو؟ عالم البلد، أبو البنت، أبو الولد، أيا كان مرجع التقليد،
لما وقع الخصام والانفصال. إذا خفتم شقاق بينهما هكذا أمرنا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذن الدرس العملي، نريد أن نأخذ درسا من كل فقرة. إذا وقع اختلاف في وجهات النظر لا تحمل رأيك على الخاصم، قل لنحتكم إلى عالم إلى حكم إلى عدل. إذن أمير المؤمنين وفاطمة ذهبا إلى رسول الله، كيف تقسم الخدمة؟ ماذا نعمل؟ ما هي وظيفتنا؟ فقضى على فاطمة بخدمة ما دون الباب، أي الباب إلى الداخل، شؤون المنزل، طحنا، خبزا، تكنيسا، غسلا، طبخا. وأنتم تعرفون في الروايات كانت فاطمة عليها السلام تباشر شؤون المنزل حتى مع وجود فضة خادمتها. نعم، اغبر بدنها، دكن ثيابها، مجلت يداها، كل ذلك من أثر العمل في المنزل. هذه اليد الرقيقة مجلت، أصبحت خشنة لمزاولة الطاحن. إذن قضى على فاطمة ما دون الباب، وقضى على علي بما خلفه من الباب إلى الخارج، التسوق، حاجيات المنزل، كل ذلك على علي عليه السلام. واضح النبي الأكرم يريد لفاطمة أن تكون مستورة في المنزل، ما لها والشراء، ما لها ومقارعة الرجال إلى آخره. وأنتم تعرفون قصة أمير المؤمنين مع ابنته زينب عندما أطفأ القناديل لئلا يرى شخصها. المهم، هذه تربية فاطمة صلوات الله عليها. الآن انظروا إلى موقف الزهراء بهذا التقسيم، ماذا أحست؟ ما قالت يا أبتاه شكرا مثلا، هذا تقسيم عادل، القضية أعظم. تقول فاطمة صلوات الله عليها: فلا يعلم ما داخلني من السرور إلا الله. هذا السرور لا يوصف. يعني ماذا؟ يعني الحمد لله الذي أعفاني من عمل الخارج. ما نعم، ما هو موجب السرور؟ بإكفاء رسول الله تحمل رقاب الرجال. تريد أن تشتري سلعة، من الطبيعي تكاسر في الثمن، البائع ينظر إلى المشتري، يعلق عليه إلى آخره. الزهراء عليها السلام تقول: الحمد لله الذي أغناني هذا المعنى، نعم، تحمل رقاب الرجال. هذا درس للأبد. وهذا المعنى إخواني أخواتي مجرب. المرأة عندما تقترب من دائرة الرجال هناك انجذاب قهري. يتفق المرأة قانعة بزوجها، زوج له جمال متعارف، مال متعارف، ولكن عندما تجلس إلى من هو ألبق في الكلام، ماله أوفر، وجهه أجمل، هذه المرأة قد لا تفكر في الحرام ولكن تنجذب. يعبر عن في الكتب الانجذاب الجبلي الغريزي. تمشي في الشارع ترى بستانا، عينك تمتد إلى البستان، قبل ذلك ترى رملا خاليا ولكن البستان يلفت. المرأة الجميلة، الرجل الملفت أيضا هكذا له جاذبيته. رواية أخيرة في هذا المجال أيضا في بيان عفة هذه السيدة العظمى:
أعمى استأذن على فاطمة يريد أن مثلا تسأل سؤالا يظهر حاجة، فحجبت وضعت بينها وبينه حجابا، هذا معنى حجبت. أو قد يحتمل أنها لم تأذن باللقاء، يقال حجب فلان فلانا، أي ما أذن له بلقائه. المهم المعنيان ممكنان. فقال النبي لها: لم حجبتيه وهو لا يراك؟ أعمى لا يرى شيئا، لماذا هذا الحجاب؟ فقالت: إن لم يكن يراني فإني أراه وهو يشم الريح. طبعا هي أجل من أي أمر آخر. الكلام هذا درس للنساء جميعا. هذا الأعمى لا يرى، قد يتفق هذا الأعمى فيه جاذبية ما، مثلا شاب، الرواية لم تقل كان أعمى كبير السن، إذن المرأة ترى الأعمى، هذا المقدار يكفي لوضع الحجاب بينها وبينه. وهو يشم الريح، هذا المعنى العمى لا يمنع الشم، إذن هذا هو السبب الحجب. هذا النبي كم فرح في الرواية الأولى، فاطمة فرحت، في الرواية الثانية النبي فرح وقال: أشهد أنك بضعة مني. رسول الله بين إعجابه رضاه عن ابنته في فعلتها هذه، إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع في نفي والسر المستودع فيها، وارزقنا التأسي بهم والحشر معهم وأن نكون في درجتهم يوم لقائك، إنك على كل شيء قدير. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات. Ooh.